شعبي تنوع قومي وتنوع مذهبي. هذا التنوع يعطينا مصدر قوة. هناك العرب والكرد والتركمان والمسيح والشبك والكاكائية والسنة والشيعة واليزيدية. هذا التنوع هو مصدر قوة لمحافظة نينوى، والمحافظة أبوابها للجميع. لا نميز بين مكون وآخر. شكرا للجميع وشكرا لحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أقيمت مأدبة إفطار كبيرة في كنيسة البشارة، حضرها طلبة أقسام الداخلية في جامعة الموصل من مختلف المحافظات العراقية. هذا دليل أن الموصل ونينوى هي مدينة التعايش، مدينة السلام، مدينة المحبة، ما فعلت القاعدة والمجاميع التكفيرية فإنها لن تستطيع أن تمزق النسيج الاجتماعي لأبناء محافظة نينوى. وكذلك نبارك عياد أخوان المسيحيين عيد يوم القيامة. وإذن هناك فرحتين: الفرحة أن الإفطار الجماعي كان في هذه الكنيسة، وفي نفس الوقت نقدم التهنئة والتبريكات لأخوان المسيحيين لمناسبة يوم القيامة.